السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم كامل لاباس وبخير وبصحة وعافية. اليوم نكملو في سلسلة فيديوهات لتعلم المصطلحات الطبية بالفرنسية. موضوعنا هو لاسيتولوجي، يعني علم الخلايا. هذه المادة تقراوها في السنة أولى طب، واسم لاسيتولوجي مشتق من كلمة لاسيلول يعني خلية. alors لاسيتولوجي يعني علم الخلايا، ولاسيلول خلية. سمستر الأول، السداسي الأول، تقراو على لورغانيزاسيون جينيرال دو لا سيلول، تنظيم العام للخلية. لي سيلول اوكاريوت، خلايا حقيقية النواة، هذه دوك نشرحها لكم إن شاء الله. لي باكتيري، بكتيريا. لي فيروس، فيروسات. ممبران بلازميك، الغشاء الهيولي، وهو الغشاء الخارجي الذي يحيط بالخلية. لي ميثود ديتود دو لا سيلول، طرق دراسة الخلية. ميثود معناته طريقة، كيفاش نقراو الخلية، على الخلية. سيمستر الثاني، سداسي الثاني، نقراو على لا كومونيكاسيون انتر سيلولار، تواصل بين الخلايا. على لاديرونس سيلولار، يعني الالتصاق الخلوي، كيفاش الخلايا تتماسك بين بعضها باش تمد النسيج. لي ميتوكوندري هما المسؤولين عن انتاج الطاقه. سيتوسكيلات، هيكل الخليه. سيتوزول، نقولوا سيتوزول ولا ايالوبلازم، معناه الهيوله، هو السائل الموجود داخل الخليه. سيستام اندوممبرانير، جهاز الغشاء الداخلي، هذا دوك اللي نحكوا ان شاء الله ونشرحه لكم مليح مليح. نبداو مع لورغانيزاسيون جينيرال دو لا سيلول، التنظيم العام للخلية. il existe deux types cellulaires، يعني يوجد نوعين من الخلايا. النوع الاول هما لي سيلول اوكاريوت، خلايا حقيقية النواة. حقيقية النواة معناه لو ماتيريال جينيتيك اي ليميتي بار ان انفلوب نوكليير، الدعامة الوراثية. الماتيريال جينيتيك هي الدعامة الوراثية، واللي هي على العموم لاديان، تكون ليميتي، محدودة ومحاطة باغ ان انفلوب نوكليير، بغشاء نووي. دوك نفهمكم، على فرض هذه هي الخلية لا سيلول. اللي بالابيض هو سيتوبلازم، الهيولة، هذا لو ماتيريال جينيتيك كروماتين، يكون معاه نوكليول نوية. هاد الكروماتين يكون ليميتي، يعني انتوري باغ ان انفلوب نوكليير، يعني بغشاء نووي. نقولو انفلوب نوكليير ولا مومبران نوكليير، كيف كيف. الكروماتين كيكون محاط بانفلوب نوكليير يشكل لنا نوايو، نواة. اذا الخلايا حقيقية النواة هي الخلايا اللي عندها نواة حقيقية، يعني الدعامة الوراثية تاع الكروماتين يكونوا محاطين بغشاء كما موضح في الصورة. النوع الثاني لي بروكاريوت، بدائية النواة، هي العكس تاع اوكاريوت، يعني لو ماتيريال جينيتيك اي ليبر دون ليالوبلازم ولا دون لو سيتوبلازم، سي لو ميم، يعني الدعامة الوراثية تكون حرة في الهيولة، ما كانش غشاء يحيط بها. على فرض ان هذه هي الخلية، هذا السيتوبلازم الهيولة، وهذا الكروماتين المعلومة الوراثية. كما راكم تشوفوا ما كانش انفلوب، الكروماتين يعوم في الهيولة. كاين نوع ثالث، يمكن اعتباره نوع ثالث لانه ما ينتميش للنوع الاول وما ينتميش للنوع الثاني، وهو لي فيروس، الفيروسات. واش يميز لي فيروس على لي زوكاريوت اي لي بروكاريوت؟ انه لي فيروس ما عندهمش عضيات، لابسونس دورغانيت، ما كانش عضيات في لي فيروس. الالترا ستركتور دو لا سيلول اوكاريوت، البنيه التحتيه للخليه حقيقيه النواه. الالترا ستركتور ولا البنيه التحتيه معناتو هي البنيه الدقيقه تاع هذيك الخليه، من واش تتكون لي ديتاي. هذه خلية اوكاريوت، يعني حقيقية النواة. اولا تكون محاطة بغشاء اللي هو مومبران بلازميك، الغشاء الهيولي. في داخلها كاين ايالوبلازم، سيتوزول،
اللي هو الهيوله، كما قلت لكم اللي هي البلازم ولا السيتوزول، هو عباره عن ليكيد، سائل، سائل موجود داخل الخليه، فيها سيستيم اندوممبرانير اللي قلت لكم عليها، واللي هو بالعربيه الجهاز الداخلي الغشائي، واللي مكون من انفلوب نوكليير، الغشاء النووي، ريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير ويختصروها REG اللي هي الشبكه الهيوليه المحببه، ريتيكولوم اندوبلازميك ليس الشبكه الهيوليه الملساء، اباراي دو غولجي جهاز غولجي، ليزوزوم، ليزوزوم هادو يكونوا فيهم انزيمات محلله يسموهم بالعربيه تاني ليزوزوم، لي فيزيكول، فيزيكول معناه حويصل، وفاكول هو فيزيكول كبير، هادو اللي بالاحمر هما اللي يكونوا السيستيم اندو مومبرانير، البقيه لي زورغانيت خلاف وخلاص. كاين لي ريبوزوم، وهنا ندير لكم ملاحظه، الفرق بين الشبكه الهيوليه المحببه والشبكه الهيوليه الملساء انه هذه الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير يعني المحببه يكون فيها ريبوزوم، هادو اللي راهم يبانوا نقط، على هذه نقولوا محببه، والملساء ما فيهاش، سي بور سا نقولوا ملساء. كاين ميتوكوندري اللي هو يدير لنا الطاقه، كاين لي سنتريول الجسيمات المركزيه، هاد الجزيئات المركزية الدور ديالها يكون خلال انقسام الخلايا. نحاول نختصر لكم هادو كامل مع نشرح لكم تاني الدور تاعهم. قلنا لو سيستيم اوندو مومبرانير الجهاز الداخلي الخارجي يكون انفلوب نوكليير، هذا الانفلوب نوكليير هو الغشاء النووي اللي يحيط بالنواة، داخل النواة كما قريتو في العلوم تاع البكالوريا كاين لو ماتيريال جينيتيك اللي هي الدعامه الوراثيه الاديان، في داخل النواة صرا لا ترانسكريبسيون الاستنساخ، من بعد هذاك الاستنساخ الاديان الى ارن، بعد الارن هذاك يخرج لبرا ليثبت على لي ريبوزوم، الريبوزومات هذوك، ولتم صرا لا ترادكسيون ترجمه الارن الى بروتينات، هذاك البروتين اللي ينتج يكون غير ناضج يفوت على لاباراي دو غولجي جهاز غولجي ولتم يتم النضج، وبعد يطرح خارج الخليه بلي فيزيكول دو غولجي يعني حويصلات غولجي. بيان سور كل العمليات اللي تصرى في الجسم تحتاج طاقه، وهذه الطاقه ينتجها ميتوكوندري. فوالا الالترا ستركتور دو لا سيلول باكتيريان، البنيه التحتيه للخليه البكتيريه، الخليه البكتيريه هي سيلول بروكاريوت يعني بدائيه النواه، ما عندهاش نواه حقيقيه، وكاين ديفيرونت فورم، كاين اشكال مختلفه، البكتيريا عندها اشكال مختلفه، انا دوك نشرح لكم اهم الاشكال الموجوده، كاين اون باتوني يعني عصويه تشبه في العصا، سفيريك كرويه دايره كما الكره، سبيرالي حلزونيه تكون الشكل تاعها لولابي، كاين فيلامونتوز خيطيه خيط، وكاين انكورفي، انكورفي منحنيه تكون البكتيريا شكلها منحني. بعد دراسه عده بكتيريا بيان سور بالمجهر الالكتروني بالميكروسكوب الكترونيك، عرفوا بلي كاين دي زيليمون كونستان تابتين يقولوا لهم تاني بيرمانون يعني دائمين ولا اسونسييل مهمين، علاه يقولوا لهم هكا؟ لانه هاد العناصر موجودين في تو لي زيسباس يعني في كل انواع تاع البكتيريا مهما اختلفت في الشكل الا انها كامل عندها هاد العناصر. واش هما هاد العناصر اللي راهم كونستان تابتين؟ كاين لا باغوا الحائط، ممبران بلازميك الغشاء الهيولي، سيتوبلازم الهيولة اللي هو هذا الليكيد، كروموزوم هو الماتريال الجينيتيك، و لي ريبوزوم الريبوزومات، هادو نلقاوهم في كامل البكتيريا، لا باغوا ممبران بلازميك سيتوبلازم كروموزوم و ريبوزوم، وكاين عناصر موجودة في بكتيريا وموجوداش في أخرى يعني تميز بكتيريا عن أخرى، نقولوا لهم إليمون إنكونستان غير ثابتين ولا فاكولتاتيف ثانويين.
واش هما؟ كاين الكبسول اللي هي كبسولة عبارة عن علبة هكا خارجية، كاين لي بيلي العمود، هادو لي بيلي كاين انواع، كاين كوما وكاين سيكسويل. سيكسويل تستعملهم البكتيريا خلال التزاوج. نعم، البكتيريا تتزاوج. ها كاين تاني فلاجيل يعني الصوت، بلاسميد هو عبارة عن قطعة صغيرة من الكروموزوم، وما تكونش كاينة في جميع البكتيريا. فوالا، تما نعاود على السريع. لي زيليمون كونستون تابتين هما الطغوا الحائط، مومبران بلازميك غشاء الهيولي، سيتوبلازم الهيولة، كروموزوم والريبوزوم. ولي زيليمون انكونستون كابسول كبسولة، بيلي أعمدة، فلاجيل الصوت، والبلازميد. Maintenant, l'ultrastructure du virus, le bonnet tertia, les virusettes. Le virusette, on a un génome, le hiwa maloum al wiratia, on a un capside, le hiya kofaisia haka, ulba, ou kain virusette, le hiwa un enveloppe, غلاف اخر خارجي. على حسب هاد الثلاث مكونات نكلاسيو لي فيروس، نقسموه. نبداو على حسب الجينوم اللي هي المعلومه الوراثيه. كاين لي فيروس ARN، معناته المعلومه الوراثيه تاعو عباره عن حمض ريبي نووي منقوص اكسجين ARN. وكاين نوع ثاني اللي هو ADN، معناه المعلومه الوراثيه تاعو محموله على ADN، حمض الريبي النووي. هذه على حسب الجينوم. سولون يعني على حسب الكابسيد قفيصة، كاين على حسب شكل الكابسيد نقسموهم الى ثلاثة. كاين كوبيك مكعب كما راكم تشوفوا، لاديان اللي بالازرق هذاك اللي لداخل، والكابسيد المحاطة به الكوبيك تكون شكلها مكعب. اليكويدال حلزوني، هذه كابسيد هذه القفيصة يكون الشكل تاعها حلزوني. والنوع الثالث كومبلكس، جاية بين هذيك وهذيك. إذن سولون كابسيد كاين كوبيك إليكويدال وكومبلكس. سولون لونفلوب، على حسب لونفلوب. لونفلوب معناته ظرف، معناته غلاف غشاء هذاك الخارجي. كاين نوعين، كاين اللي يكون عندهم كما راكم تشوفوا كاين الجينوم الداخل الكابسيد، وكاين غشاء واحد اخر انفلوب واحد اخر. هذا النوع من لي فيروس نقولوا لهم فيروس انفلوبي يعني مغلف، لانه فوق الكابسيد كاين غلاف واحد اخر. النوع الثاني راكم تشوفوا فيه كاين الجينوم دايره به الكابسيد وخلاص، ما كانش غلاف واحد اخر، الوغ نقولوا له فيروس نو، غير مغلف عالي. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله نكون وصلتكم مليح الفكرة وفهمتوا عليها. عاودوا كتبوهم وحفظوا هذو الكلمات الجداد عليكم، وطبعا ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناة ومشاركة القناة مع اللي تعرفوهم. دمتم في رعاية الله وحفظه.